جيف بيزوس مؤسس ورئيس أمازون التنفيذي مال يصور منصات التواصل خلال الساعات الماضية والسبب 13 مليار دولار. فاللي صار أنه في خبر متداول عن أنه أغنى رجل في العالم أي بيزوس زاد صافي ثروته 13 مليار دولار بعدما ارتفعت أسهم أمازون بنسبة 7.9% مع النشاط اللي بيعيشه عالم التسوق عبر الإنترنت. هذه القفزة هي الأكبر في يوم واحد لشخص من وقت إنشاء مؤشر بلومبرج لأصحاب المليارات. خبر زي هذا مو أول مرة بنسمعه، يعني مرة نسمع أنه فلان كسب كذا في يوم واحد وفلان خسر كذا في يوم واحد، وآخرهم مثلا مؤسس ورئيس فيسبوك مارك زكربرج اللي خسر أكثر من 7 مليار دولار في أسبوع واحد بعد ما نزلت أسهم الشركة بسبب أزمة سحب الإعلانات أو الشركات الكبرى سحبت إعلاناتها من المنصة. طيب يعني اللي فاز يعني مبروك عليه، واللي خسر الله يعوضه، بس يعني إحنا كجمهور متفرج وبس بنعد الأرقام وبنسمع فيها، من إيش نفهم أو إيش نفهم من هذا كله؟ كيف يعني في يوم واحد يكسبوا كل هذا أو يخسروا كل هذا؟ هل فعلا يعني حساب بيزوس أمس دخلوا فجأة 13 مليار دولار؟ علشان نفهم أكثر سألنا زميلتنا في قسم الاقتصاد فاطمة الزهراء الضاوي، وهذا كان جوابها. هنا نشرحها ونبسطها، هي عملية حسابية بسيطة، بناخذ سعر السهم عند الإغلاق، خلينا نقول إنه أمازون أمس ارتفع سعر سهمها ب 8% وأغلقت عند رقم معين، بناخذ هذا الرقم وبنضربه في عدد أسهم الشخص اللي احنا عاوزين نسلط الضوء عليه، على هذا الأساس بتعطينا قديش حصته من هذه الأسهم تساوي بالدولار، بالمليار دولار أو مليون دولار، ولكن السؤال الأهم، هل فعلا هذه الأموال دخلت لحسابه؟ لا، هل فعلا هو لو باع اليوم حيلقى أحد عنده سيولة كافية ليشتري منه 20% من أمازون؟ أبداً لا. اللي يقدر يشتري ويستثمر هذه المبالغ صناديق تعد على الأصابع، وخصوصاً الآن من المستحيل. ولما هذا الشخص مثلاً خلينا نقول جيف بيزوس قال صباح صحى اليوم الصبح وقال أنه أنا عاوز أبيع حصتي، يمكن هذه العملية تحتاج حوالي 6 أشهر من النيغوشيشن وبيوصلوا لسعر أقل من سعر السوق. ونفس الشيء بالنسبة للخسارة، لأن إحنا بنسمع مثلا فلان خسر اليوم 10 مليار، نقول يا الله هذا خسر على الحديدة. في تداولات الأسهم وما باع، ما دام ما باع هذه الحصة تبقى عبارة عن أسهم تقيم على أساس سعر الأسهم، بس مو الحقيقة إنه مثلا الأسهم حقت 27 مليار. لا يعني احنا فاهمين ان غلط، يعني كنا نعتقد انه خلاص هذه فلوس كلها. قياس الثروه عندها مقاييس مختلفه، لازم تشوف الاصول، اصول قابله للتسييل، اصول غير قابله للتسييل، وبالتالي هذه عمليه حسابيه بتاخذ فتره طويله وبتاخذ جهد. بيكون عنده كم مليار حلوين يعني. أكيد يعني لا يعني يس عقبالنا ان شاء الله. شكرا فاطمة.